كشفت مصادر العربية بأن نسبة الإنجاز في مشروع قطار الرياض بلغت 92%، حيث انتهى المشروع العملاق من كامل الأعمال الإنشائية والمدنية. وأكدت الهيئة الملكية أن المشروع نجح في توريد واختبار أكثر من 180 قطار، وقد وصلت عمليات تشغيل القطارات إلى مراحل متقدمة، قطعت خلالها القطارات نحو 2 مليون كيلومتر على جميع المسارات. معنا من الرياض مراسل العربية نواف عزيز. نواف، حياك الله معي في نشرة الرابعة. ضعنا في صورة عمليات الإنجاز لهذا المشروع الكبير، مشروع مترو الرياض. نعم خالد، في الحقيقة رقم كبير من الإنجاز وصل له مشروع قطار الرياض، 92% بعد فترة طويلة من عمليات الاختبارات التجريبية التي تمت منذ نحو عام ونصف. اليوم عمليات التشغيل التجريبي مستمرة بعدد أكبر، الجميع يشاهدون قطارات الرياض تتجول بشكل دائم ومستمر على مسارات القطار. فعليا نحن الآن نتواجد في محطة حي الربيع على طريق الأمير محمد بن سلمان، وسنكون في جولة على هذا القطار للانطلاق إلى المركز المالي. نحن نتحدث عن مشروع قطارات 184 قطار مقسمة ومجهزة بأحدث التقنيات، أقسام مخصصة للعوائل والأفراد أيضا ولدرجة الأعمال، إضافة إلى العديد من المميزات مثل أماكن مخصصة لذوي الإعاقة لتسهيل عمليات دخولهم وخروجهم من القطار عند النزول في المحطات. يرافقنا في هذه الرحلة المستشار في الهيئة الملكية لمدينة الرياض حسام القرشي. أهلا وسهلا حسام. في البداية عندما نتحدث عن التفاصيل 92% إنجاز كبير ورقم متقدم، ما هي التفاصيل في هذا الإنجاز؟ بلا شك، أولا أمسي على السادة المشاهدين وأخص سكان مدينة الرياض ونشكرهم الحقيقة على صبرهم، فهم جزء من هذه القصة الضخمة التي بإذن الله يعني راح تخلد بأنها أحد أكبر مشاريع النقل العام على مستوى العالم، والتي نفذت في وقت يعتبر إلى حد ما قياسي في نسبة الإنجاز. طبعا لازم إذا نبغى يعني نبين بعض تفاصيل المشروع، المشروع ضخم، بنتكلم عن 6 مسارات للقطارات، 184 قطار تم استلامها وتجربتها، بنتكلم على 84 محطة على وأيضا شبكة الحافلات على 1800 كيلومتر في سعتها الاستيعابية الكاملة راح تتجاوز 800 حافلة. طبعا المشروع الآن في عدة يعني مثلا الجانب الإنشائي وجانب البنية التحتية تم بنسبة 100%، تشطيب المحطات وصل إلى 80%، أكملنا 350 كيلومتر من سكك الحديد عبر المدينة، وتم استثمار خلال هذه الفترة بس عشان نبين حجم العمل 40,000 ساعة تشغيل غطت 2 مليون كيلومتر حول المدينة في تجربة تشغيل القطار المترو. طبعا هذه المرحلة التجريبية وتجربة التشغيل تهدف طبعا إلى اختبار مراكز التحكم والتي ستدير القطارات بدقة عالية حول المدينة، الهدف منها أيضا التأكد من معايير السلامة والتشغيل. لا يخفى طبعا الآن في ظل الجائحة أنظمة السلامة والتشغيل تطورت وأصبحت أكثر متطلب من الشبكة، ونحن نقوم بالعمل طبعا مع وزارة الصحة ومع وزارة الداخلية على التأكد من توفر كافة سبل السلامة والتباعد اللي نحتاجها في وقت الجائحة. وأيضا من ناحية الحافلات، الحافلات الآن تمر بمرحلة التشغيل التمهيدي، الحافلات تغطي 1800 كيلومتر حول المدينة، وبإذن الله الآن نرى طبعا الحافلات تسير بدون ركاب، ولكن على نهاية الربع الأول بإذن الله حنبدأ باستقبال الركاب. نعم حسام، الآن عندما نتحدث عن عند تشغيل مشروع قطار الرياض، كيف سيخدم الأحداث التي تنظمها الرياض، الأحداث الكبرى يعني؟ قبل ما يخدم الأحداث الكبرى، هو سيخدم المدينة بشكل أساسي. نسبة استخدام النقل العام في مدينة الرياض منخفض للغاية 1.5%، ولا يخفى ذلك طبعا على الجميع لأنه واضح في الاختناقات المرورية وفي الزحمة، وأيضا لا يخفى أن استخدام السيارات بهذا الشكل غير مستدام في الوضع الحالي، فبالتالي الانبعاثات الكربونية، التكلفة العلاجية تقل. أما من ناحية الأحداث العالمية، شبكة النقل العام لن تكون فقط الوصول من نقطة ألف إلى نقطة باء، سيتم ربطها مع النسيج الاجتماعي، مع الروتين اليومي، سيتم استقطاب الطلاب المسافرين. مدينة الرياض الآن تستهدف إلى استقطاب يعني ملايين
من السكان للمدينة، وهذا طبعا سيزيد الطاقة الاستيعابية للمدينة ويساهم أيضا بأن يكون جزء من التجربة اليومية، سواء المباريات، الأحداث العالمية، المعارض العالمية، ستكون شبكة النقل العام جزء من تحقيق هذه المستهدفات. كل الشكر لك حسام القرشي المستشار في الهيئة الملكية. إذا خالد، نحن الآن في هذه الجولة لأول مرة في بث حي مباشر من أحد قطارات الرياض أثناء التجول، تشغيل كامل وبدون أي يعني عوائق بعد أكثر من عام أو نحو عام ونصف من الاختبارات التجريبية لمشروع قطار الرياض. يعطيك العافية، شكرا جزيلا نواف، ورحلة سعيدة.